فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الفرق الضالة والمبتدعة كالصوفية وغيرهم هل يبغضون بغضا خالصا؟ البغض، هناك من يبغض بغضا خالصا وهو الكافر، وهناك من يحب حبا خالصا وهو المؤمن الكامل الإيمان كالملائكة والرسل والصحابة المهاجرون والأنصار، وهناك من يحب من وجه ويكره من وجه، وهو المؤمن العاصي يحب لإيمانه ويكره لمعصيته. نعم.